يا اما الترناتيف هايبوثيسيس. انا ريسيرش كويشن لإلي هو الالترناتيف ولا النال هايبوثيسيس؟ الشيء اللي انا بدي اعمله فعليا واثبت وجوده او عدم وجوده هو الالترناتيف هايبوثيسيس. لكن انا كريسيرشر ما بقدر اثبت الالترناتيف من دايركتلي. شو بروح؟ بروح اندايركتلي برفض هاي عشان اقبل هاي. اوكي؟ برفضها بنسبة 9 مثلا، رفضها انه طلع عندي 0.01 معناته انا قبلت هاي ب 99.9%. طلع عندي الايرور هون 0.05 معناته انا قبلت هاي ب 95%. فانا بقدرش احكي 100% هاي صح، فبروح بطلع الايرور بهاي. قديش البوسيبيليتي انه الاشي اللي بالنال هايبوثيسيس فعليا هابن باي تشانس؟ انا بعطيه عادة بيرسنت معين اللي بنحكي عنه ايرور، اللي هو الراندوم ايرور التشانس. اوكي؟ ايرور هاي الايرور عادة الريسيرشر بيعطوها 0.05 اللي هي بنحكي عنها 5%. انا قديش فعليا برضى انه هاي تكون صحيحة باي تشانس؟ اوكي؟ فهي 5%. فانا اذا هاي 5% باي تشانس، هاي انا متاكد انه هاي 95% مش باي تشانس انه صحيحه. هاي طلعت عندي 1% معناته هاي 99% انا متاكد انه هاي صحيحه. عشان هيك بنحكي 99% statistically confident انه عندي association. اوكي؟ ما جبناها انه هاي طلعت 1%، فلما انا رفضتها لانه طلعت 1% انا رحت على مين؟ انه 99% متاكد. اوكي؟ زي المادة دايما بحكي لكم اياها وين دانا كيجوها. اوكي؟ ما بقدر امسك هاي دايركتلي بروح على هاي اندايركتلي برفضها عشان اخذها. اوكي؟ فهلا هاي اللي احنا هون حكيناها خليتها عندها، هاي الترناتيف ولا نال؟ الترناتيف بالضبط، هاي الترناتيف. اوكي؟ هاي الترناتيف هاي هي الشيء اللي انا بعمل له تيستينج. اوكي؟ طب شو بدها تكون النال هايبوثيسيس؟ ما في علاقه. دائما النال هايبوثيسيس بتحكي لنا there is no difference. اوكي؟ اذا حكينا عنها الاتش نوت حكت لنا، دائما هيك بنكتب، بنحط نقطتين M1 equal M2. بهاي الحاله حكت لنا there is no difference بينهم. هاي الحالة بنقلنا لإشي لما حكينا بالسلايدات هون null hypothesis one sided versus two sided. إحنا لما حكينا لا يوجد علاقة معناته ممكن يعني يا إما زيادة أو نقصان، فهون بدها تكون two sided. لما حدد لما نحكيها هون هاي أكبر وهاي أقل أو يساوي، إذا one sided. أوكي؟ وبهاي الحالة بنحكي عنها هاي directional hypothesis، حددنا الدايركشن بأكبر أو أصغر. أحيانا البديل إلها إنه النال بتحكي M1 لا تساوي M2 والالترناتيف بتحكي لنا M1 تساوي M2. هاي non directional. أوكي؟ حددت لنا إياها إنها أنا عكستهم. هاي أوكي. هاي حكت لنا انهم يساوي، فاذا وهاي حكت لنا لا يساوي. طب اللا يساوي ممكن يكون اكبر ممكن يكون اقل، فهاي بهاي الحاله بدها تكون تو سايدد لانه اعطت الاحتماليتين اكبر او اقل. بس لما انا حكيتها بهاي الطريقه، اوكي، لما حكيتها فخليني اجي اكتب لكم الالترناتيفز والون سايدد والتو سايدد. الـ H not بتحكي إنه الـ M1 يساوي الـ M2. الـ alternative hypothesis شو بتحكي؟ الـ M1 لا يساوي الـ M2. أوكي؟ بالـ one sided بيكون هيك رسمة إذا بتتذكروا بالشيب، وهاي الريجكشن اريا، الريجكشن اريا هون بتكون على التو سايد.
لان انا ما حددتها. اوكي، وبعمل الاستاتستكس اناليسز وبحسب الزي وبقارنها وبشوفها وين هون اجت موقعها، اجت بالريجكشن اي ويل ريجكت الترناتيف هايبوثيسز. لما اي ويل ريجكت الترناتيف هايبوثيسز لانه انا هون خليت نسبه ايرور 0.025، نسبه ايرور 0.025 وطلعت عندي اياها مثلا هون هاي 1.96 على هيك وهي 1.96، طلعت عندي الزي 2.1 2.11 هي هاي ماينس هاي بوزيتيف لانها هون ماينس هاي بوزيتيف، وهون عندي 0 اللي هو المين والستاندرد ديفيشن هون يساوي 0. اوكي، كلها هاي بالشيء. بعدين اجت عندي طلعت 2.1 هون، اذا اجت بالريجكشن. شو انا اي ويل ريجكت نول هايبوثيسز، اف اي ويل ريجكت نول هايبوثيسز معناته الالترناتيف هايبوثيسز صحيحه بنسبه 1% ناقص بيرسنت الريجكشن اللي هو الايرور اللي انا البي فاليو. اوكي، طيب الوان سايدد طبعا ليش هيك؟ على هيك الكتاب حاكي لكم اذا ما عندكم باك جراوند لازم تكون عندكم هاي الاساسيه. لما اذا ما كنتوا عارفين البلشيب او ما حكيت لكم حكيتوا بلشيب، دليل انه انتم لما عندكم البيسكس هاي لازم تذكروا حالكم فيها. طيب وان سايدد اتش 1 هاي الحاله الاولى. اوكي، بنحكي ام 1 اكبر او تساوي ام 2، الالترناتيف ايش بدها تكون؟ ام 1 اقل من ام 2. وهاي الحاله الثانيه الاتش نود بتحكي لنا الام 1 اقل او تساوي، دائما شو في عندنا هون؟ اشاره المساواه، اشاره المساواه. اوكي، ام 1 اقل او تساوي ام 2، لكن الالترناتيف هايبوثيسيس شو بتحكي لنا؟ الام 1 اكبر من الام 2. بهاي الحالة ممكن يكون الرسمة عنا هيك، الرسمة عنا هيك. اوكي، واضح لحد الآن؟ اوكي، خلينا اشوف انا السلايد اللي احنا ماشيين معاهم. Concluding that a difference exists, rejecting the null hypothesis. إذا حكينا positive بالضبط، حكينا there is something while there is no nothing. Okay. So when the actually is no difference, the null hypothesis is true. فإذا إحنا فشلنا برفضها مع إنه هي يعني صحيحة النال هايبوثيسيس. فبهاي الحالة أنا بهاي الحالة ما حكيت له 5%، فأنا بسمح لحالي 5% لحد 5% إني أنا أرفض النال هايبوثيسيس. أقل من 5% يعني أنا يعني عندي 5% تشانس إنها تكون النال هايبوثيسيس صحيحة. أوكي؟ طب عندي 3% تشانس النال هايبوثيسيس تكون صحيحة. عندي 1% كل ما قل معناته انا الستاتستيكال سيجنيفيكانس عندي اقوى، لانه انا عندي 1% احتمال انه من الهايبوثيسيس تكون صحيحه. فانا كل ما قلت هاي الاحتماليه كل ما كانت الكونكلوجن اللي انا طلعت فيها اقوى اقوى. فعشان هيك احنا الالفا هاي عاده قبل ما يبدا الريسيرش بنعملها ايش؟ ديتيرمينيشن. وهي ديتيرمين الفا ليفل تو بي 1% اور 5% الى اخره. طب 1% معناته انا مش سامح لحالي بالغلط الا ب 1%. طلعت معي انا متاكد 0.012، راح ارفض العلاقه اللي انا جاوبتها واحكي الالترناتيف هايبوثيسيس مش صحيحه. معناته انا مع اني كنت متاكده
8% انه اللي صار عندي not due to chance والايرور هو عبارة عن 1.2%، انا مرضت. عادة 1% 5% لما بنعتمدها بيعتمد على طبيعة الريسيرش كويستشن. هل هو ريسيرش كويستشن حساس؟ هل انا بحكي عن سيفتي لميديكيشن بده يطلع كلينيكال ترايل وعم بشتغل على سيفتي وميديكيشن بده يطلع على الماركت الى اخره؟ بهاي الحالة بس بكون مور ريجرس، يعني بكون اشد مور كونسرفاتيف، يعني كثير محافظ في عملية ابداء الكونكلوجن، فبروح بختار التايب 1 ايرور يكون كثير قليل يعني. اما لما اعمل مثلا بدي اوزع استدي عليكم واعمل كويستشنير تيستينج هايبوثيسز يعني لها علاقه بالبيهافير، بعطي لحالي مارجن اوف ايرور اكبر شوي 5%، بعض الاحيان ممكن تصير 10%، لكن عاده هي المستخدمه يا اما 1% يا اما 5%. اوكي، فانا بحكي اني ريزلت وذا بي فاليو اقل من الالفا. انتوا ايش بتشوفوا بالبيبر لما بتقرؤوها، الفا ولا بي؟ بي. انتوا لما تشوفوا الريبورتنج وي ريبورت باي بي، احنا بنحكي الفا هي 5%، هذا الحد الاقصى اللي انا برضى فيه. فلما بتطلع معنا بنعمل ستاتستيكال اناليسيس تطلع معنا البي فاليو مثلا 3%، هل البي 3% اقل من ال 5%؟ 3% اذا اقل من 5%، اذا انا عندي statistical significant difference. قديش قيمته هذا statistical significant difference؟ انا متاكده 97%، لانه بالمية ناقص 3% 97%، انا متاكده there is a difference. انا هون حكيت انا بقبل هون 5%، اوكي طلعت معي 3%، معناته I will reject هاي بنسبة انه هاي لانه طلعت 3%، بحكي انا I will accept هاي بنسبة 97%. اوكي بدي اوقف على حد هون لانه حاسس انه صرت overwhelmed.